بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول موضوع حقوق الناس عندما تنتهك من الناس أنفسهم. يتميز الإسلام بأنه يحتوي على عبادة وعقيدة وشريعة، وأن الإنسان في هذا الدين كما هو مسؤول عن العبادات بالمعنى الأخص، هو مسؤول أيضا عن المعاملات. وكما أنه إذا ترك فريضة الصلاة يكون عاصيا ومستحقا للعقوبة الإلهية، كذلك عندما يعتدي على حق غيره من الناس أيضا يكون عاصيا ومستحقا للعقوبة الإلهية. وبالتالي فإن الالتزام بحقوق الآخرين ليس مجرد شيء تنظيمي للمجتمع، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك واجب إلهي، وتجاوزه يعد معصية وتستوجب العقاب بناء على ذلك. نقول هذا الكلام ونؤكد عليه نظرا
لأن بعض الناس قد لا يستشعر الإثم فيما إذا احتجب عن العامل راتبه أو أخر الإيجار الذي يجب أن يدفعه أو تجاوز على جاره في أمر من الأمور، لا يستشعر بالإثم كما يستشعره لو ترك الصلاة في هذا اليوم. لو ترك الصلاة في هذا اليوم يستشعر أنه مأثوم ويخاف من عقاب الله، وكأنه يرى النار بين عينيه. لكن عنده عامل 6 أشهر لم يعطه راتبا، لا يستشعر إثما بنفس هذا المقدار. يعتدي على حق الآخرين، لا يشعر أنه سوف يدخل النار أو يستحق دخول النار بناء على هذه الأمور، لكن لو ترك الصيام سوف يدخل النار، يؤمن بهذا، وهذا غير صحيح. الذي أوجب الصلاة والصيام والحج والزكاة ومنع عن الخمر هو نفسه أوجب الحفاظ على حق الآخرين، وأوجب أداء أجر العامل وأمثال ذلك، فلا فرق في هذه الجهة. مسؤولية هذا الأمر محافظة الناس على حقوق بعضهم البعض، القرآن الكريم يحددها ويشير إلى نفس الناس، يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء عندهم انتماء لبعضهم البعض، عندهم محبة، يلي بعضهم بعضا، يتجاور معه، يشترك معه في العقيدة، يتولاه قلبا ونفسا واجتماعا. ما هي مظاهر هذه الولاية؟ ماذا يترتب عليها؟ بعضهم أولياء بعض، ماذا يصنعون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا صار تجاوز على حق أحد هذا منكر، ينهون عنه. إذا كان ينبغي فعل شيء من حقوق الناس، يتآمرون فيما بينهم، يأمر بعضهم بعضا في ذلك. نتحدث في هذه المقدمة ونؤكد عليها حتى نستعرض بعض الحقوق الثابتة لعموم الناس أو لبعضهم، والتي يتم تجاوزها من قبل نفس الناس، وأحيانا من المتدينين من الناس بحسب الاصطلاح. خل نأخذ أمثلة على ذلك. من الأمثلة والعناوين: الاعتداء على الأموال العامة. من المعلوم أن في كل مجتمع الناس يمتلكون ممتلكات خاصة. أنت تملك دارك وسيارتك وملابسك، وهذه تستطيع التصرف فيها بالنحو الذي تريد. وهناك أموال عامة، هذه لا تملكها أنت، ولكن لك حق فيها كحق غيرك. هناك شارع عام،
أنت لا تملكه ولا تملك فيه شيئا مفروزا، وإنما لك حق في استخدامه. كفرق بين أن يكون الإنسان مالك لشيء وبين أن يكون له حق فيه. هناك مرفق تعليمي أنت لا تملكه، مدرسة، ولكن لك حق الاستفادة منه واستخدامه. مرفق صحي أيضا كذلك، إضاءة في الطريق، هذه الأمور العامة التي ليست لمالك شخصي وإنما يشترك فيها عامة أبناء المجتمع ولهم حق في الاستفادة منها. هذه الأموال العامة لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه تصرف الملاك فضلا عن الإتلاف له. ما تقدر أنت تتصرف فيه كما تتصرف في بيتك، فضلا عن أنك لا تستطيع إتلافه. واحد إجا مثلا قال هذا الشارع، أنا بيتي يقع على هذا الشارع، ليش الناس يمرون إلى نص الليل في هذا الشارع؟ أسكره بالطوب من البداية. لا يملك ذلك، لا يجوز له، يحرم عليه أن يصنع ذلك، هذا تصرف في غير ماله. منع الآخرين من حقهم في الاستطراق والسير يجعل هذا الإنسان معتديا على حقهم. أنا أجي مرفق صحي مثلا، ما يعجبني الطبيب، ما يعجبني العلاج، أقوم أسده بالصناقل وبالحديد، من أجاز لك هذا الأمر؟ إشارة ضوئية تنظم مسير الناس، هذا يعبر أولا وذاك ثانيا وما شابه ذلك، أنا لأي سبب من الأسباب أجي أتلفها؟ لا يجوز هذا الأمر للإنسان. هنا أكو بعض التوجيه لماذا يصنع الناس مثل هذا الأمر، أو بعض الناس لماذا يقوم بعض الناس في المجتمع بإتلاف الأموال العامة؟ إضاءة أكسرها، شارع أخربه، مؤسسة عامة أهدمها، وأمثال ذلك، إشارة ضوئية أكسرها، نظام اجتماعي أخربه. لماذا يحدث هذا؟ يذكر هنا عدة أمور، واحد منها من الأسباب ضعف السلطة المركزية يجر قسما من الناس إلى أن يقوموا بمثل هذا العمل، وهذا يصير. ذكروا في نيويورك قبل حوالي 13 سنة كما أذكر أنه انقطعت الكهرباء عن بعض الأحياء لمدة عدة ساعات، فانطلقت هذه الغرائز المكبوتة عند الناس، وصار حسب التعبير حالة حارة كل من إيده إليه، هذا يكسر الزجاج ويأخذ، ذاك يدمر، وهذا يخرب، وعلى هذا المعدل خلال عدة ساعات بعد أن جاءت الكهرباء شافوا أن الخسائر بعشرات الملايين. شوية خفت يد السلطة المركزية لفترة مؤقتة، هكذا حدث، أو في أوقات الأزمات والحروب هذا يصير، يد السلطة المركزية تخف أو الحكومة الفعلية تضعف، فيبدأ قسم من الناس باحتجاب الأشياء، أخذ الأراضي من غير مجوز، سرقت أشياء، الأشياء الحكومية، الأموال العامة وما شابه ذلك.
قسم من الأسباب يرجع إلى سبب ثقافي. الإنسان، أي إنسان بطبيعته لا يحب النظام إلا إذا تثقف بثقافة وعود نفسه وروض نفسه على طريقة. الآن يمشي في هالشارع، بعدين يروح يلف إلى الجهة الثانية من المكان المحدد. لو ترك الإنسان بدون هذا، لا، يقول أنا ليش أروح الشكل، أمشي الشكل على طول، يا بتحجز الآخرين، ما يخالف. يتقدم الإنسان ويرتقي عندما تصير عنده ثقافة، عنده معرفة، فيرى أن النظام وأن المحافظة على حق الغير أنفع إليه شخصيا حتى، وأعود بالفائدة عليه. طيب، فإذا رجع الإنسان عن هالثقافة، رجع إلى حالة البداوة، إلى التخلف، إلى الحالة البدائية، تشوفه ما يألف هذه الأمور، يكسر، يخرب، يتلف، يسرق، ما عنده مشكلة. هذا سبب ثاني. سبب ثالث يشير إليه بعض الباحثين، ومنهم دكتور مصطفى حجازي، له كتاب قيم، أنا أنصح الإخوة اللي يحبون المطالعة بمطالعة كتاب اسمه سيكولوجية الإنسان المقهور، أن الإنسان الذي يقع تحت الاستبداد وتحت الظلم شنو يحدث في نفسه. يذكر من جملة الأمور هذا، يقول هذا الإنسان المستبد به، الإنسان المقهور، الإنسان اللي يشعر أنه مظلوم، حتى الأشياء اللي في الخارج من مثلا إضاءة، من مرافق حيوية، من مؤسسات تعليمية، من أمور رفاهية، ما يشعر بأنها إله، وإنما دائما تذكره بالسلطة المستبدة، فيقول أنا أروح أكسر أخرب لإعلان براءتي وضديتي لهذا الحاكم ولتلك السلطة. ما يطال الحاكم بنفسه، يطال إشارة المرور. ما يطال الوزير الكبير، يطال الشارع يخربه، وعلى هذا المعدل. هل أسباب على اختلافها لا تبرر من الناحية الشرعية قيام الإنسان بإتلاف الأموال العامة، لأن هذا أمر غير سائغ شرعا ولا يأذن فيه العلماء. تصرف الإنسان في الأشياء لا بد له من مبرر. إما شيء ملكك، خلاص هذا يسمونه ولاية مالكية، عندك تتصرف في أملاكك بالنحو الذي تريد، ما حد يسألك. ما عندك هذا، عندك ولاية شرعية. لنفترض هذا إنسان فقيه مرجع، عنده ولاية شرعية ذاك الوقت، نعم، يقول افعل ولا تفعل، وهذا شيلوه ذاك حطوه. هذا ما عندك، ذاك ما عندك، ما الذي يجوز لك أن تتلف هذا الشيء الذي هو للناس عموما يشتركون في الاستفادة منه؟ من وين؟ من الذي أجاز لك؟ حالة ثورية هذه ما تبرر للإنسان شرعا، ما تبرر. والله أنا عندي حالة ثورية أريد أكسر هذا، ما يبرر هذا شرعا. أنت لا تملك ولست صاحب ولاية شرعية كالمراجع والفقهاء، وما شفناهم فقيه ولا مرجع في، يعني منذ عقلنا إلى الآن، يأمر بالتدمير والتخريب، بالعكس دائما يحكمون بعدم الجواز. فإذن إذا صار هذا، لا يجوز للإنسان أن يتصرف في هذه الأمور، هذا تجاوز على حقوق الناس. شايف قسم من الناس تمر في مكان شارع للعموم للعامة، أنا أجي
أسوي إلي 3 متر تشينكو قدام، 3 متر هالصوب، وأسقفه نص الطريق أخذت إلي. ليش؟ حتى سيارتي لا تبقى في الشمس، فأنا أروح أخذ حقوق الآخرين وأتعدى عليها من أجل عيون سيارتي المحترمة المكرمة. من قال أنه يجوز لك هذا؟ ملكك هذا؟ الشارع ليس ملكا لك. إذا اشتريته من جهة مالكة أهلا وسهلا، أما ليس لك ملك كيف تستطيع أن تتصرف فيه؟ عندي عرس ابني أو ما أدري وفاة والدي أو غير ذلك، أريد أسوي مخيم هني، أسكر 1/3 الشارع على الناس، غير جائز هذا شرعا؟ نعم أقدر من لهم الحق، افترض هذا البيت في 10 بيوت، هذا الزقاق في 10 بيوت، وبالتالي من يستفيد منه ومن له حق فيه 10 أشخاص، أروح أستأذن منهم وأقول لهم لو تسمحون خلال هذه الفترة بهذا المقدار أنا أسوي. من الممكن، أقول من الممكن أن يكون جائزا، ما نقدر نجزم. طيب، أما بهذه الطريقة الإنسان يسور هذا ويحجز ذاك وما أدري كذا، إحنا إن شاء الله يصير عندنا حديث عن حقوق الناس عندما تحتجبها وتنتهك من قبل السلطات. الآن حديثنا في ما يرتبط بالناس، الناس عندما ينتهكون أو بعضهم عندما ينتهك حقوق الآخرين، فهذا واحد من أوضح أنحاء انتهاك حقوق الناس. لا يصح التصرف ولا الإتلاف للأموال العامة، سواء كان التبرير أن السلطة المركزية يدها ضعيفة، أو كان يقال هذا والله بيئته الثقافية بيئة متخلفة، أو يقال أن هذا ناقم على السلطة المستبدة ويريد يفرغ شحنات الغضب لأن هالأشياء تذكره بهذه السلطة. كل هذه لا تبرر للإنسان أن يعتدي وأن يتلف الأموال العامة. هذا واحد من مصاديق الإتلاء، من مصاديق احتجاب وانتهاك حقوق الناس من قبل بعض الناس. نموذج آخر، حقوق الجيران. إحنا عندما نتحدث عن حقوق الجيران بسرعة نروح إلى مسائل شنو؟ المسائل الأخلاقية. أمير المؤمنين قال الله الله في جيرانكم، ما زال رسول الله يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم، إلى غير ذلك من الأحاديث. يابا مو قضية أخلاقية فقط، قضية حق ثابت أنت تحاسب عليه، ما يجوز، مو أنه الأفضل ما تسويه، لا يجوز لك. قيام الإنسان بأشياء من شأنها إيذاء الجار هذا غير جائز شرعا. وتعال احسب وقول أنا عندي ابني يريد يتزوج وأريد أفرح فيه، فأشغل الميكروفون على أعلى درجاته من الساعة 8:30 الأعلى إلى الساعة 11:30. يا باب جنبك أكو بيوت، أنت في منطقة سكنية، هناك رجل كبير السن يحتاج إلى راحة، هناك مريض يحتاج إلى استراحة، هناك أناس يجب أن يناموا مبكرا حتى يجلسوا مبكرا للعمل. كيف أنت تسمح إلى نفسك من أجل أن تظهر فرحك بمثل هذا الأمر ليؤذي الآخرين، من مصاديق الأذية للآخرين؟ بعض الأحيان تشوف داخل المجلس 10 أشخاص ماكو،
ولكن المقرفون يوصل إلى مسافة 3 كيلومترات. هل إزعاج وهل شيء ضخم ومكبرات الصوت القوية؟ بل حتى في مناسباتنا الدينية ينبغي الالتفات إلى هذا الأمر. دع عنك هالمسائل هذه، حتى في المناسبات الدينية المؤمنون هنا وفي كل مكان بحمد الله تدينا منهم ولاء منهم لأهل بيت النبوة عادة يسقطون حقهم في أيام المناسبات المعهودة، مثل 10 محرم، مثل وفيات الأئمة. عادة الناس يقولوا يستاهل الحسين ويستاهل أهل البيت أن نتنازل عن حقنا، وهذا جزاهم الله خير فيه. يعني حقيقة هذا من علامات الولاء، من علامات محبة أهل البيت عليهم السلام. الإنسان يقدم هالمناسبة على راحته وعلى هدوئه. طيب، لكن بعض الحالات أحيانا تصير ما إلها تبرير. رأيت في مكان من الأماكن واحد ساكن في شقة في بناية كاملة، لعله شقة من 16 شقة، من أكثر من ذلك، وهذا ما أدري مستحلي بصوته أو غير ذلك، جايب إلى ميكروفون فيه يا ريت بس البناية وعشرات البيوت اللي حوله. مرة يقرأ أدعية الصحيفة السجادية، أي وقت من الأوقات، الصبح يحلو له يقرأ، العصر يحلو له، الليل يحلو له، وعلى الميكروفون بأعلى صوته. طيب يا أبا، هذا مو مسجد ولا حسينية، وإلى جانبك أناس يحتاجون إلى راحة. ما يصير هذا الأمر، تريد أنت زايد عندك إقبال في هذا الأمر، خليه في حدود دائرة الشقة مالتك، أو روح استأذن منهم يا جماعة الخير، أنا أريد أسوي أجواء دينية في هالبناية، وأريد كل ما إجى في بالي أن أقرأ، مرة قرآن، مرة أناشيد، مرة عزاء، مرة ما أدري موعظة، مرة دعاء، مرة كذا، أريد أسوي هالشكل. تقبلوا لولا؟ إذا قبلوا ما يخالف. أما أنا أجي أفترض نفسي صاحب حق وأنا داخل بيتي وأرفع الصوت بالمقدار الذي أريد، زين، هذا مو معلوم أنه أنت مأذون فيه. قلت في مثل المناسبات الكبيرة والعظيمة التي نتشرف بإحيائها ونعرب بواسطتها عن ولائنا لأهل البيت المرتبطة بالأئمة المعصومين عليهم السلام، عاشوراء وأمثال ذلك، هذا عامة المؤمنين في داخل قلوبهم يقولون حتى إذا هذا يسبب إلينا بعض الأمور احنا متنازلين عنها. ولكن أن الإنسان يأخذ شيك أبيض مفتوح في كل وقت بأي مناسبة، فرح ابنه وموت أبوه وبلا مناسبة، وهو استحل أن يقرأ قرآن، وبعضهم يقرأ قرآن وبشكل الله العالم. طيب يا أبا، أنت مارس أمورك الدينية جيد، ولكن لاحظ أيضا هذا القرآن اللي تقرأه يقول والجار ذي القربى والجار الجنب ويوصيك به، هذا اللي أنت تتولاه يقول لك الله الله في جيرانكم، تطبق تعاليم هؤلاء. صحيح في مثل هالأيام هالمواسم إشاعة هذه القضايا مطلوبة حتى يبقى الجو جوا حسينيا جوا إيمانيا، لكن هذا ما يخول الإنسان على طول الخط وفي الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يحب. لاحظ أيضا أن لجارك عليك حقا في هذا الجانب. هذه بعض حقوق الجيران مع الأسف تنتهك من قبلنا نحن، من قبلي أنا جاره، ويا ويله إذا إجا وقال شوية خفف الصوت. عجيب، أنت ضد القرآن؟
أنت ضد أهل البيت، أنت ما تريد كذا وكذا، قسم من الناس هم يسكت بعد شي يسوي؟ لا، هذه مصادرة. القرآن ما يقول لك هذا الأمر، ولا أهل البيت يأمرونك بهذا الأمر. طيب، هذه من الحقوق التي تنتهك. من الحقوق التي تنتهك حق العامل الذي بين أيدينا. رأيت رواية من الروايات العجيبة ولعلها مرت عليكم أيضا، ينقلها العلامة المجلسي رضوان الله عليه في البحار. يقول مرة سلمان ذات يوم، سلمان المحمدي، على بيت فاطمة سلام الله عليها، فسمع الحسين يبكي. تالي بكاء الحسين اللي يؤذي النبي أيضا يستثير في أصحاب النبي الخلص اهتماما وانتباها، فطرق الباب على فاطمة عليه السلام، فتحت إلى الباب، يقول فنظرت فإذا بها تطحن بالرحى، ووجدت أثر الدم من يدها على الرحى، على حجر الرحى، عمود الرحى هذا اللي دوره. شوفوا هالصفوة الطاهرة ما صعدت، كما يقول رسول الله إن ابنتي فاطمة لفي الخيل السوابق، هاي متألقة فوق مو بالترف، ومو علشان ما جاب زوجي عاملة أسوي إله مشكلة وباكر أطلب الطلاق. طيب، فوجدت على عمود الرحى أثر الدم، التفتت وإذا هذا من دم يد فاطمة عليها السلام. تألمت أنا، قلت لها يا فاطمة وأين فضة؟ بعد ما أعطى النبي فضة لفاطمة شغلها هذا، وأين فضة؟ قالت يا سلمان، إن رسول الله أعطاني فضة وقال لي اجعلي الخدمة لك يوما ولها يوما، وأمس كان يومها اليوم علي. زين، هذه الآن بنت رسول الله، سيدة النساء، فضة أيضا مملوكة لها، مملوكة مو مستأجرة، أكثر بعد، ولكن ما دام صار اتفاق وياها اجعل الخدمة عليها يوما وعليك يوما، فاطمة تجي وتطحن بالرحى إلى أن يخرج الدم من يديها الكريمتين على حجر الرحى. هذه عاملة، هذه جارية، هذه خادمة، وعندنا في البيت خادمة، عندنا في البيت عاملة. شوف أي طريقة نحن وأي طريقة تلك. يتبين هنا أنه أنا عندما أكون في منزلي وأنا أتشرف، أنا المرأة أتشرف بالانتماء إلى فاطمة الزهراء عليها السلام، فعلا أعامل خادمتي وعاملتي في البيت بهالطريقة؟ لا، أعطيها يوم في الأسبوع حتى ترتاح، مع أنه قانونيا هذا ضمن التوقيع العقد، لو لا تجحت ليل ونهار وما ملحكة. هذه من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها الإنسان المؤمن والمرأة المؤمنة. بعض القضايا اللي أحياناً تغيب عن الذهن، أنا شفت فد كم مورد من الموارد، هاي من الحقوق المسكوت عنها، إلى الآن أنا ما سمعت أحد يتحدث عنها، ولعلك تستغرب الآن لما أتحدث عنها. حق الأب في الزواج وحق الأم في الزواج، إلى الآن سمعت أحد يتحدث في هالموضوع؟ كثير. رجل إما زوجته مريضة أو زوجته توفيت، صار في وضع أبناؤه وبناته، عندي حالات
غير قليلة، وأحدهم انجلط مسكين، أصيب بجلطة قلبية. زوجته توفيت، أراد أن يتزوج، ثارت ثائرة البنات أولا، أول شيء البنات، ها، وبعد ذلك البنون. كيف تتزوج على أمنا؟ ما يصير تتزوج على أمنا، أنت رجال كبير، ما تستحي، عمرك 60 سنة، 62 سنة تروح تتزوج ونزفك ونخطب إليك؟ هو مثل هؤلاء يضطر للحفاظ على وضعه العائلي أن يكبت هذه الحاجة وهذه الرغبة وهذا الحاق. طيب، عنده قدرة، عنده حاجة، أحياناً تصل إلى مرحلة الضرورة، في حالات يقول له روح برا سوي اللي تبغاه بس تجيب مرة هني، لا، ما عنده مانع أنه والده ذاك البعيد يروح يسوي عمل غلط، بس أن يقال في المجتمع هذا تزوج على أمهم، لا، طيح الله حظ هذه حالة. من يقول للولد حق هذا؟ هذه جريمة بحق أبيه. لا أشك أن مثل تلك الحالة لذاك الرجل أصيب بجلطة من الهم على هذا الأمر، لا أشك أن هؤلاء محاسبون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. هذا بركم بأبيكم؟ أمك تبرها زين، والدك شنو؟ والعكس أيضا صحيح. امرأة اتصلت قالت لي أنا زوجي توفي، أنا الآن عمري 40 سنة، عندي أبناء أنجبتهم، واحد منهم اتزوج، البنات باقي على زواج. أقول لهم أنا أريد أتزوج، أنا عمري الآن 40 سنة، في حاجة مادية إلى الزواج، في حاجة جنسية، ما تقول لهم حاجة جنسية، أحتاج إلى رجل. طيب، تقول واحد منهم قال لي شوفي إذا تتزوج شخص يوم ثاني أنا أجي أشق بطنه بالسكين. هذا شنو من دين هذا عنده؟ شنو من بر هذا عنده؟ حق الأب الأرمل إن صح التعبير في أن يتزوج، حق الأم الذي توفي عنها زوجها أو طلقت في أن تتزوج، لا يجوز للبنت ولا يجوز للولد الذكر أن يمنع أو أن يعارض في هذا الجانب، وهو بذلك يرتكب إثماً. بعض الآباء فعلاً يقول لك أنا ما أريد أخرب أوضاع أسرتي وأسوي لي مشكلة وكذا وكذا، طيب، فيعض على جراحه ويعيش بقية حياته وهو يتمنى أن يكون الموت قد بدأ به قبل أن يبدأ بشريكه. هذه هي الأبناء البارون، هؤلاء هم، هذا غير جائز من الأبناء، هذا من أوضح مصاديق العقوق والإيذاء وأحياناً الإجرام بحق والدهم وبحق والدتهم. ما حد يقدر يحرم هذا الشيء، شيء أحله الله عز وجل، طيب، أنت لا تستطيع أن تحرمه. الزوجة أمك راغبة ومحتاجة وأبوك راغب ومحتاج، لا يجوز لك أن تقف في مقابل ذلك. مع الأسف هذا من الحقوق المسكوت عنها ولكنها موجودة، وأمثال ذلك من الأمور الكثيرة. الوقت يضيق بنا، لا نستطيع أن نتحدث في أكثر من ذلك. المجتمع يحتاج أن يتواصل في الأمر بالمعروف لتحقيق هذه الحقوق. من قول الأموال العامة لازم الدولة تجي تعاقب الفاعل،
وما أدري حق الجيران لازم نروح نشتكي في أجهزة الشرطة، من وصلها؟ المفروض من وصلها؟ وإن كان بعض الناس يقول لك أنا ماذا أصنع، يعني أخرب حياتي علشان رغبة فلان؟ من لم يزعه القرآن زعه السلطان. المجتمع لازم يبدأ، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يصنعون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه مسؤوليتهم ودورهم ووظيفتهم، مو بالضرورة بالعركة، لا، بالكلمة الطيبة، بالتوجيه، بتشكيل ضغط على هذا الإنسان، بإلفات نظره إلى الخطأ الذي يقوم به. هي جوهر الرسالة الحسينية كما بينها: هذا ما أوصى به الحسين بن علي أخاه محمد بن الحنفي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لذكره صلوا عليه. وأن الموت حق والنار حق والجنة حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد ماذا؟ أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر. وخرج بأبي وأمي من المدينة المنورة قاصدا إلى مكة المكرمة، وبقي فيها محورا للناس وملجأ لهم وكهفا يقصدونه، اللي عنده مسألة عقائدية يجي، واللي عنده مسألة شرعية يجي، واللي عنده حاجة مالية يجي، واللي عنده استهداء يأتي، وعلى هذا المعدل. وكان الناس ينتظرون أن يحجوا بحج الحسين سلام الله عليه، الذي دخل إلى مكة المكرمة بعمرة مفردة، بدل أن يحرم للحج فإنه بدل ذلك بالانطلاق إلى محرم آخر وإلى أرض أخرى وإلى مصير آخر. الناس جايين إلى مكة وإذا بالحسين يقوم خطيبا بين الناس في جوار بيت الله الحرام: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. ثاني أو ثالث واحد قرأ مصيبة الحسين بعد رسول الله وأمير المؤمنين كان الحسين نفسه في مثل هذا الموقع، بدأ يصف مصيبته: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ودع الناس كأني بالبيت والمقام والحل والحرام، يودعون الحسين قائلين في أمان الله،
في دعت الله يا أبا عبد الله، رجع إلى منزله، أمر أن تشد الضعائن على المحامل، وأخذ يخرج النساء واحدة بعد الأخرى، ثم ذهب في اتجاه مخالف لمجيء الناس قاصدا إلى كربلاء. ويوم الذي راعي الشيب أنواي الشيد الراح طبع لزينب مبتسم، عباس بين عقد الويلة قال لها يا ظنوات علي قومي نروح الكار. قالت لأخويا ما أحملي ياهو الذي يتكف. قال لها عيناك بشري أمرك نود نتمثل. أحاطها بالعناية، أحاطها بالرعاية، هدأت نفس زينب. الله أكبر، هذا أبو الفضل العباس، وكل ساعة عباس ونزل محمل الحور يعدل، صد له حسين وناشده شنهي نزلتك بالفال. قال لا يا خويا نزلتي تدري أخيت نمدل ما تحمل الذل والهضم فطنت على العزو العلا. وصلت إلى مكان قلبك راح إلى مكان آخر، ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت منك، ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كار. لو رادت الناقة عثار يضرب خوات يضرب خواتك حار ملا. وقفت في ذلك اليوم متذكرة مجيئها إلى كربلاء، تلتفت يمينا فإذا بها ترى شمرا، ويسارا فإذا بها ترى حرملة ابن كاهيل. توجهت جهة المشرع الشاكية، عباس أخي أنت الذي أركبتني في محملي وأنت الذي أخرجتني من منزلي، قم الآن وركب أختك، أنا عندك يا أبو فاضل يا خويا أشتكي حرمة بلا والي والشمر اللي يحدي لنا زجار. عباس يا عيوني
ترضى أبو فاضل؟ ترضى يذل للشام يسبوني، انت الجبتنا من الوطن وتشفلت بي خويا بيدك تبارينا، يا هسا تخلي ما بين عدوان وكفر عباس يا عيون، ترضى يذلوني للشام يسب عباس، وتسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي، إذا العدا سلبوني نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.